تسيطر حالة من الركود على معظم الأسواق في الخرطوم، وشكى مواطنون من ارتفاع قياسي للأسعار منعهم من الشراء. ظاهرة الركود وارتفاع الأسعار تثير جدل متصاعد حول كيفية الاتساق بينهما، فالركود الذي يسيطر على الأسواق بيزيد من العرض ويقلل الطلب، مما يؤدي لانخفاض الأسعار، ولكن ما تشهده الأسواق حاليا يتنافى مع هذه القاعدة الاقتصادية. فما هي أسباب هذه الظاهرة وكيف يمكن معالجتها؟ الإجابة في ثنايا هذه الإفادة. الظواهر الاقتصادية في اقتصاد السودان بقت لافتة، وبعض الأحيان قد تكون غريبة بعض الشيء. واحدة من الأشياء الحادثة هذه الأيام بالذات في شهر يناير ده اتضحت الصورة أكثر أيضا، هي أنه يوجد ارتفاع في الأسعار وغلاء، وفي نفس الوقت يوجد ركود. يعني المفروض أنه الظاهرتين ديل يعني ما يكونوا عكسيات، يعني في الحقيقة هي عكسية. يعني كيف يكون في ركود؟ بمعنى عدم إقبال من المستهلكين في السوق على شراء السلع والخدمات، وفي نفس الوقت عندنا يعني ارتفاع عالي جدا في أسعار السلع والخدمات أيضا. يعني مثلا الإحجام أو الركود الواحد بيقدر يقيسه بأشياء معينة أو بظواهر معينة، سيمتومز معينة. مثلا قد يكون انشغال الناس بالثورة لمدة سنة كاملة، قد يكون يعني إحجام المستثمرين والتجار بعض الشيء في انتظار قرارات مهمة ويعني أساسية قد تصحح الاقتصاد السوداني، وبالتالي الناس بتنتظر إنه يكون في يعني حركة تجارية معينة أو لها علاقة مثلا بالدولار الجمركي أو مثلا بأسعار الفائدة أو إلى آخره. يعني الناس منتظرة كانت بحكم التحرك الثوري في السودان لقرارات استراتيجية في الاقتصاد قد تؤثر على التجار يعني زيادة أو نقصا. لذلك قد يكون يعني الركود مسبب بأشياء معينة، ولكن يكون في ركود وعدم إنتاج لهذه الدرجة وفي نفس الوقت يكون في ارتفاع في الأسعار، أنا أعتقد أنه ظاهرة غريبة، أو عندنا في السودان تظهر ظواهر غريبة شاذة عن الظواهر التي قد تحدث في الدول الأخرى بالنسبة للاقتصاد السوداني. المفروض أنه ما يكون في مثل هذه الظاهرة. الأثر السلبي حقيقة لذات الأسعار أيضا يزيد من إحجام المستهلكين. يعني كل ما زادت الأسعار كل ما الناس عمل السبستيتيوت سلع وخدمات أخرى وابتدوا يحجموا أو يقللوا من الاستهلاك حقهم حفاظا على بعض النقود اللي عندهم. يعني بالتالي بيكون في أثر سلبي على الاقتصاد في حقيقة الأمر. يعني الإنفاق بيقل، بالتالي ما في ضخ من قبل المستهلكين، بالتالي التاجر ما بيكون دورة السلعة أو الخدمة حقته مستمرة، وبالتالي الإنتاج قد يزيد. ده أثر سلبي حقيقة بيكون ظاهر واضح جدا جدا. إذا الواحد فكر في المقترحات أو العوامل المساعدة للعلاج أو لعلاج هذه الظاهرة اللي هي أصلا هي متلازمة متضادة، ارتفاع الأسعار والركود في نفس الوقت، فالناس لازم يكون في تحفيز للإنتاج. التحفيز ده بيكون يعني لصقار التجار للمشاريع الجديدة، لازم يكون في تحفيز تشغيل للشباب. التحفيز ده بيحرك دورة السوق، يعني يكون في نوع من الحركة، بالتالي يكون في إنتاج، بالتالي يكون في رواتب، بالتالي يعني الحركة والرواتب تصرف في السلع والخدمات. لازم يكون في حركة ضخ روح وحركة في الاقتصاد السوداني. أنا بعتقد أنه يعني إذا الناس فكرت في مشاريع جادة، إحياء المشاريع الراكدة بالإضافة لمشاريع جديدة، هذا بتمويل خارجي طبعا أو تمويل داخلي، هذا بصراحة بيضخ روح جديدة وحركة في ترس الاقتصاد السوداني، تؤدي بالتالي إلى زيادة النشاط الاستهلاكي بعض الشيء في السلع والخدمات، وبالتالي يحرك لنا التجار وننهض شوية من الركود ده. لكن في نفس الوقت لازم يكون عيننا الأخرى أيضا على الأسعار، ما يكون داخلة يعني أو ناتجة من طمع التجار أو ناتجة من الربط العشوائي مع سعر الدولار. كل ما تحرك الدولار وكل ما كل واحد سلعته موجودة أو الخدمة موجودة يروح طوالي يزاود عليها ربط، يعني ربط اعتباطي غير منطقي بسعر الدولار دائما. بالرغم الركود موجود أيضا تلاقيهم ربطوا سعر السلعة وتغييرها ورفعها بارتفاع سعر الدولار اللي هو معروف عنده مسبباته أيضا له علاقة بالإنتاج وله علاقة بعوامل أخرى من السياسات النقدية والمالية.